تفضل. معانا اتصال. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا دكتور انا عندي بنتي ولا يعني انا مامتها بتكلم. عندها صفائح الدم عالية. فحللناها يعني كذا مرة نلاقيها بتعلى وتزيد. فطبعا قلنا ده امراض دم. فعملنا ادتها الدكتورة الهدرة. فلما بترتفع بتاخد يعني كميات اكتر بتهبط الصفائح دي. لكن لما بتنفع البرشام دوان او بتزوده بينقص. بس طالع نازل كده النسبة. مش عارفين هل دوان يعني مرض دم يعني. لما صفائح الدم بترتفع ايه الاعراض اللي بتظهر عليها؟ هي ما بتظهرش عليها اي اعراض. ان الطحال بيرتفع سنتي او 2 سنتي تبع الحالة. بس يعني ما بنعمل منظار بيرتفع الطحال 2 او 3 سنتي. طيب هي البنت عندها كم سنة؟ هي عندها 27 سنة. 27 سنة. يعني بعد ما خلفت اول مرة لقينا بنحلل بالصدفة لقينا ارتفاع الصفائح. بيرتفع الاول 700 الف وصل لمليون مليون وشوية. وبعدين نزل بينزل ويطلع تبع البرشام اللي بتاخده. فمش عارفين دي نهايتها حلها ايه يعني بقى لها سنتين على ده الحال. حاضر. شكرا لاتصالك. احنا دايما بنتكلم على مشكلات الدم وبنقول انه مشكلات الدم دي مشكلات مركبة. المشكلات المركبة دي يعني بيشترك فيها نخاع العظام وبيشترك فيها عوامل اخرى اسمها عوامل انتاج الدم زي الاريثروبيتين هرمون، اكتيف فيتامين دي 3، زي مثلا عندنا اسكوربيك اسيد، عندنا فوليك اسيد، عندنا 13 عامل بيتحكم في نمو وانتاج كرات الدم وصفائح الدم. الميجا كاريوسايتس او الخلايا الاساسيه اللي بتدي صفائح الدم لما بتزيد شويه في نخاع عظم بيبقى ده نتيجه زياده في نشاط نخاع العظم ومفيش له يعني حاجه مقابله. العلاج اللي موجود في الطب لحاله زياده الصفائح الدمويه بنديها حاجه امينو سابريسر او بنديها كورتيزونات علشان تقلل نشاط هذه الخلايا وبالتالي تبتدي تتظبط الصفائح. ساعات بيدوا حاجات المضاده لجهاز المناعه زي ما كنا بنتكلم في الزئبق الحمراء دلوقتي، اميران، سلازوبايرين، مش عارف بلاكونيل، وساعات بيدوا ميزوتريكسيت، وساعات بيدوا الحاجات دي كلها عشان تعمل ايونو سابريشن يعني توقف شويه نشاط نخاع العظم. لكن في علاجات اخرى، علاجات اخرى هقولها دلوقتي وانا بقول العلاجات الجديده للزئبق الحمراء والاسباب الجديده واحنا بنفكر بطريقه ثانيه. مع الله وبركاته. احنا عنده نقص في الصفائح الدمويه. نقص في الصفائح الدمويه. ايوه. فعايزين علاج ليها. حضرتك النقص ده بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي 9 شهور. 9 شهور. هل المستوى بتاع الصفائح وصل لغايه كام؟ هو ساعتها كان بدا ب 10. دلوقتي ماشي حوالي 70 80. 70 80,000؟ نعم. بقى 80,000؟ طيب. والدكتور قال لي مش هزيد عن كده ومثلا ملوش علاج. لا له علاج، في حاجه مالهاش علاج. انا هقول لك على علاجات كثيره لنقص الصفائح الدمويه، شكرا لاتصالك. الحقيقه انه نقص الصفائح الدمويه العلاج بتاعه ان احنا بنقول انه ايه اللي يعمل نقص في الصفائح ده، ساعات بيبقى اميون ديزيز او حاجه بتضرب في نخاع العظم. العلاج بتاعها ايه؟ زي الايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيا مثلا. نقص الصفائح ده بنبتدي نديله كورتيزونات بتحسن العدد من 10,000 20,000 ل 70 80,000 ماكسيمم 100، وبعد كده نقول لك لا دي اقصى جرعه ممكن نديها الكورتيزون ومفيش علاج غير كده. لا، في حاجات بقى بسيطة جدا بتزود عدد الصفائح في 48 ساعة، هقول لكم على بعض التكنيكس يعني بعض ال أول حاجة لزيادة الصفائح الكاسات. طبعا واحد يقول لي نعمل كاسات ازاي ومفيش صفائح، لأنه الصفائح هي المسؤولة عن جلطة الدم أو تكوين الجلطة، ولو أنا فتحت يبقى الدم مش هيجلط، لا بنعمل وخز. وخز يعني خرم رفيع. فثبت إنه الصفائح الدموية في الدم تلات تلات، تلت في الدم وتلت مخزن في الطحال وتلت مخزن في جدران الأوعية. لما بنعمل الوخز ده بيطلع المخزون وبيزود القدرة وبيزود العدد في 48 ساعة. الله وبركاته. أنا عملت صورة دم كاملة وكده ولهذا الصفائح عندي 91,000 وبعدين عملت البولمار اسبيريشن وكده وطلع الجهاز المناعي بيكسر الصفائح. والله العظيم يا فندم ما سامع ولا كلمة، حضرتك بالراحة كده قولي لي عايزة إيه. انا عملت التحليل، عملت صورة دم كاملة وكده. صورة دم كاملة. فطلع الصفائح 91,000. الصفائح واطية. 91,000. يبقى صفائح منخفض. وبعدين
فعملت اللي هو البون مار اسبيريشن اللي هو عينة النخاع وكده. طيب دلوقتي الصفائح منخفضة دي معاها نزيف من الأنف من لسة أي حتة بتنزف؟ لا لا هو نزيف يعني من الأنف بسيط يعني نادرا كذا لما يكون كذا يعني. طيب حضرتك سنك كم سنة؟ أنا اسمي أحمد 25 سنة. كم؟ 25 سنة. 25 سنة بس؟ اه. طب بتكلمي بسرعة ليه طيب 25 سنة؟ 25 سنة وعندك صفائح منخفضة. اه. أتشرف بحضرتك؟ أحمد. أنت أحمد؟ اه. طب يا أحمد أنت عندك 25 سنة؟ طيب يا أحمد والصفائح منخفضة. وبعدين؟ فرحت الدكتور وكده وأخذ عينة نخاع وكده عملت عينة نخاع وكده. إيه؟ فطلع إن الجهاز المناعي بيكسر الصفائح وكده. حضرتك بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل محاسب. محامي. ما شاء الله. طيب. وبعدين؟ فطلع إن الجهاز المناعي بيكسر الصفائح وكده. طيب أنت نقلت صفائح؟ لا لا. ما نقلتش الصفائح؟ لا. طيب ممكن تقول لي عدد الصفائح كام؟ كان 91,000. كان؟ 91,000. 61,000. 91. اه. هو الطبيعي طبعا 150 ل 450. اه فرحت للدكتور وكده فاخد عينه من النخاع الشوكي وكده. ليه عينه من النخاع الشوكي ليه 91,000 كويس؟ فمعرفش هو قال لي عملت طلب مني تحاليل كتير وعينه من النخاع. وبعدين قال لي الجهاز المناعي عليه كسر الصفايح عندك. فصرف لي دواء اسمه كونيكورت 4 ملي جرام 4 حبات في اليوم. لمده شهر. وبعد كده قللهم لثلاث حبات في اليوم. فالصفايح ظبطت لما كنت باخد 4 حبات في اليوم بعد كده بقت تقل وكده. وانت خدت الكونيكورت الصفايح قلت؟ زادت. زادت؟ اه. كويس. عدت ال 100,000؟ بقت 347,000. طيب كويس قوي. ده لما كنت باخد 4 حبات. اه. وبعد كده قللهم لثلاث حبات لمده شهر ونص. فنزلوا ال 100,000 تاني. اه بدل 140 بقت 100. اه بقت 100,000. انا عرفت ان الكينوكورت في كورتيزون وكده وبيعمل سكر وضغط ومشاكل كتير. اه. فانا خفت جدا من الكورتيزون وكده خصوصا ان انا ما كنتش بشتكي من مثلا نزيف ولا اي حاجه يعني ما فيش اي مشاكل وكده. فقلت له كده فاداني صرف العقل دواء تاني اسمه ازيستيوبرين. فقال لي عاوز تاخد ده خده وعاوز تاخد ده خده فانا مش عارف اخد انهي واحد فيهم يعني. حاضر حاضر شكرا لاتصالك. الحقيقه انه موضوع نقص الصفائح برضو من الامراض المناعيه وبرضو نقول عليها هايبر سنسيتيفيتي ومن الانواع اللي بتستجيب للعلاج بالكورتيزون. ومعنى انه مرض يستجيب للعلاج بالكورتيزون انه في هايبر سنسيتيفيتي رياكشن يعني في مرض زياده مناعه وزياده حساسيه. لما بندي الكورتيزون اميونو سابريشن بتقل الهجوم المناعي على الجسم او بيقل الاجسام المضاده اللي بتضرب في نخاع العظم وبالتالي بيتحسن اداؤه. وهو دلوقتي بياخد علاج بكورتيزون ارتفع عدد الصفائح من 91,000 الى عدى ال 140,000. لكن القضيه هل يا ترى هفضل على الكورتيزون بقيه عمري رغم ان الكورتيزون بيعمل ضغط وبيبوظ العين وبيبوظ العظم وبيعمل مشاكل كبيره؟ البدائل ايه؟ الحقيقه ان احنا جربنا لعلاج الصفائح كذا حاجه، علاج نقص الصفائح، علاج نقص الصفائح لمرضى الكبد والكلى واي مريض. اول حاجه جربناها الكاسات. الكاسات دي الوخز ده لقينا انه لما بنعمل واحد كاسات في خريطه معينه بعد 48 ساعه بالظبط بنلاقي ان عدد الصفائح تضاعف، يعني اللي عنده 90,000 بعد 48 ساعه بنلاقي حوالي 140-150,000 بعد 48 ساعه. وايه كمان؟ لقينا ان في ماده اسمها الراوند، الراوند مع الخروب، راوند تمن معلقه صغيره، تمن معلقه صغيره راوند مطحون مع نص معلقه خروب في اليوم لمده اسبوعين ثلاثه بتعدل الصفائح الدمويه. في حاجات ثانيه بتعدل الصفائح؟ ايوه. يعني زي ما بقول انه الرموز في حياتنا جميله ونحن نرى صوره الحلوى نتذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالفرحه والبهجه ودايما